الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا كان ليه تصريحات قويه جدا، وقال ان ما تفعله اسرائيل هو اباده جماعيه، هو ارهاب بالنص كده بحسب تصريحاته. ازاي حضرتك بتشوفي هذه التصريحات؟ هو تصريح حقيقي، يعني احنا اللي بيشوف الرؤيه الحقيقيه، ومش احنا بس، مش العرب بس او المسلمين بس، العالم كله بيرى ان ما يفعله نتنياهو تجاه الشعب الفلسطيني هو ارهاب. هي ليست حرب، لان الحرب بيكون جيش نظامي امام جيش نظامي. احنا دلوقتي بنتحدث في جيش مسلح بكل الاعتاد والعده والدعم العسكري، وليس العسكري فقط، يعني نتحدث عن جنود المارينز دلوقتي بيحاربوا او موجودين على الاراضي الفلسطينيه. يعني هي حرب قويه جدا بكل المقاييس على مدنيين عزل، فهي في الحقيقه ليست حربا، هي بالفعل عمليات ارهابيه واجراميه، هي بالفعل تشبه حروب العصابات التي من هدفها ان يكون هناك بس رعب وذعر ما بين المواطنين عشان يسيبوا الارض ويتم تهجير الفلسطينيين من ارضهم. وده طبعا شيء مرفوض من الشعب الفلسطيني نفسه قبل ما يكون مرفوض من دول الجوار بسبب عدم تصفيه هذه القضيه والوصول الى ما يريد ان تصل اليه هذه الحكومه والاستيلاء على الاراضي الفلسطينيه. طبعا ده شيء مرفوض، وبيمارس نتنياهو هذه الامور، وشهد رئيس البرازيل بهذا، وشهدت العديد من القضايا الدوليه، قضايا الراي الدوليه. يعني كان هناك تجميع اكثر من توقيع، 1,000,000 توقيع أممي من قبل الشعوب برفض ما تفعله إسرائيل. يعني نحن يوميا بنشاهد تطورات بتندد أفعال إسرائيل. وأيضا يعني أقدر أقول في النهاية أن احنا بننتظر أن بالفعل يكون هناك بعض التغييرات، وخاصة أن هذه الحرب لم يعني تصل إلى نتيجة حقيقية حتى الآن. يعني حتى الآن لم يصل نتنياهو إلى نصر حقيقي، لم يصل نتنياهو إلى قتل حماس كما يدعي دائما. نحن نستمع يوميا أن هناك بعض المفاوضات ما بين الجانبين ربما تصل إليها حماس وإسرائيل بأن يكون هناك تبادل الأسرى. يعني كان لسه آخر تصريح فيه اتفاقية أو رؤية أن يكون 35 مقابل 35، 35 من النساء الإسرائيليين المحتجزين مقابل 35 من النساء الفلسطينيين اللي طبعا في المعتقلات بسبب أسباب عدة مختلفة. فيعني ربما يكون هناك بعض المفاوضات، ربما التأخر في تحقيق هدف حقيقي من الجانب الإسرائيلي في هذه الحرب، لأنها بلا هدف واضح، لم تقوم بالقضاء بالفعل على حماس كما يدعي نتنياهو. فيعني ربما تكون هذه الضغوط والتحركات الدبلوماسية، هي أي نعم أكيد بطيئة، لأن احنا دلوقتي تخطينا، دخلنا في الشهر الثاني في هذه الحرب على شعب أعزل، لكن في النهاية بننتظر يكون في نتيجة. ربما الضغوط الدبلوماسية وبعض الأوراق التي تمتلكها بعض الدول يكون لها رأي آخر وتعمل على تغيير مسار هذه القضية.